صباح الخير والباه، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من صباحيه دوزام. اليوم غادي نتكلموا فيها على واحد الموضوع باقي تابو عندنا في المغرب، خصوصا عند السيدات. غادي نتكلموا على عسر الجماع. غادي تشوفوا بان كاين اسباب متعدده منها اسباب عضويه محضه. غنتعرفوا عليها ونتعرفوا على المزيد مع الاخصائيه في امراض التوليد والنساء الدكتوره ناديه مزيان متوكل. مرحبا بكم معنا. الحوامل تيديروا سكون ابل لو ديابيت جيستاسيونيل او داء السكري الخاص بالحوامل. اليوم اختارت لالا ماريا بن جلون انها تقدم وصفات ونصائح في التغذيه تخص هذه السيدات. معنا كذلك الدكتوره لبنى بوحولي فخرات. بيني وبينك صباح النور. صباح النور، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نمشيو جميع في واحد النبذه تاريخيه ديال كل ما هو عنده علاقه بالعلاج الدوائي للامراض النفسيه بصفه عامه من قبل التاريخ الى يومنا هذا. ترقبوا كذلك فقره نجوم ونجوم مع ليلى شوي، الكل بعد فقره امومه والدكتوره ناديه مزيان متوكل. خليكم معنا. وعسر الجماع يتمثل في ألم شديد تحس به السيدة في منطقة الجهاز التناسلي ديالها، خاصة نعرفوا بأن كاين أسباب متعددة غادي نتعرفوا عليها اللحظة. معك دكتورة ناديه مزيان متوكل، صباح النور. أهلا وسهلا. في حقيقة موضوع مهم من المشاكل اللي مسكوت عليها بزاف إلى يومنا هذا، ولكن في العيادة ديالك تتستقبلي بزاف السيدات تيعانيوا من نفس المشكل. كيعانيوا من نفس المشكل ولكن ما تيتكلموش عليه حتى اثناء الفحص كنلقاو ان المشكل كاين. عاد كنسول يعني تتشوفي عينيا انت عينيا في التقليبه اللي كنهضروا عليها في عند طبيب امراض النساء، ملي كنبداو نقلبوا السيده كتحس بالالم. عاد كنبداو نسولوها كنعرفوا ان المعاناه عندها تاريخ مده، يعني واخا وصلت عند الطبيب ما كتكلمش عليه من المسكوت عليه هذا الالم. هذه كانت سيدة عاد مزوجة، والدة، ما والداش، عندها جوج دراري، ثلاثة، ما مشفت الحالة. هذه ماشي معايير، ماشي معايير، حيت كاين الألم في البداية ديال الجماع عند السيدة اللي يلاه غادي تزوج، وكاين الألم ديال الجماع عند السيدة اللي مزوجة وولدات حتى من بعد لأسباب مرضية بدا كيجيها الألم أثناء الجماع، يعني من المسكوت عليه والسيدة كتبدا كتعاني ما كتكلم مع حتى شي حد، حتى مع الزوج ديالها ما كتهضرش معاه، حتى كيبداو المشاكل العضويه كتراكم وكنوصلوا للمعاناه النفسيه. وملي كتبدا المعاناه النفسيه كتزيد كتكبر من الحده ديال الالم، حيت السيده كتلقى راسها في واحد الدائره حلقه مفرغه ما غتخرجش منها بوحدها. يعني خصنا في بدايه المشكل خصنا نعالجو نمشيو عند الطبيب. يعني فاش يكون مشكل عضوي محض، ملي كيكون مشكل عضوي. حيت شنو هي المشاكل العضويه دكتوره اللي يمكن تؤدي لهذا؟ كاين الالتهابات كتعطي هذا المشكل، كاين التعفنات كتعطي هذا المشكل، كاين مشاكل خلقيه يعني التشوهات الخلقيه ديال المهبل كتعطي هذا المشكل، كاينه لوندوميتريوز المرض اللي كنتكلموا عليه كل مره كيعطينا الالم الحاد اثناء الجماع مع الزوج. يعني لاسباب مرضيه محضه عضويه محضه. دونك يعني بدا المشكل غنمشي لعند الطبيب. عندي طبيب نمشي لعندو نستشر معاه، سيدي الطبيب عندي واحد نهضر نهضر نهضر، حيت الا ما هضرناش امور تتفاقم وكيبداو انعكاسات، حاجه تتجر الاخرى، حاجه كتجر اخرى، كيبداو المشاكل النفسيه، الكآبه، التوتر، والمشاكل في العلاقه الزوجيه. السيده كتحشم، يعني باقين في لو طابو، يعني باقين في الحشومه، ما يمكنش تقول للزوج ديالها تقصحت، ما يمكنش. باكين الطبيب نمشي لعندو ما فيها حتى شي مشكل، نمشي عندو نقول له سيدي الطبيب عندي مشكل، كي المون بويزون لا في. دونك راه مشكل. دونك وكاين تشخيص ديال المشكل، وكاين تشخيص ديال الاسباب، وكاين العلاجات. والعلاجات هي اللي بغينا الناس يعرفوا بانها كاينه وكل مشكل له حل. العلاجات كاينه ميسره ومتاحه،
فشنو هما هاد العلاجات الدكتوره اللي تتقترحوا على هاد السيدات؟ على حسب المشكل. لقينا التهاب دغيا غادي نعالجوه، لقينا تعفن دغيا غادي نعالجوه، لقينا تشوف الجهاز التناسلي كاين العلاج بالجراحه. مثلا كاين في بعض الحالات كنلقاو المهبل مسدود، كنلقاو المهبل ما كاينش جزء فيه، كاين العلاج، خصنا نديرو التشخيص وكاين العلاج. لوندوميتريوز تكلمنا عليها شحال من مره، مرض في بعض الحالات كيعطينا هاد العلامه، يعني الم اثناء الجماع. لوندوميتريوز كيتشخص، يعني بين لكم الاخصائيين بين لكم الاسباب، خاصكم تعرفوا غير اينه وحده فعلا باش تعرفوا العلاج المناسب لها. وكاين بعض الحالات كاينه النشوفيه، نتكلموا بالدارجه، النشوفيه ديال المهبل حتى هي كتعطي هذا المشكل. سهله في التشخيص وسهله في العلاج، وفي بعض الحالات كيكونوا امراض ديال المناعه كتعطي هاد النشوفيه. خصنا غير نمشيو لعند طبيب لوندوميتريوز كتعرف. في بعض الحالات ما كنلقاو حتى شي مشكل، يعني التشخيص ما عندناش سبب. من في الزياره ديال الطبيب كنعرفوا واش كاين مشكل نورولوجيك، ان بروبليم نورولوجيك عصبي. هنا طبيعه الحال كنبعثوا السيده لعند الطبيب باش كيدير التشخيص ديالو وكيدير العلاج ديالو. كاين السيده ما كنلقاو عندها حتى مشكل، كنلقاو مشكل نفسي، كنبعثوها لعند الطبيبه ولا الطبيب العلاج النفسي، كتولي لاباس عليها حيت الا ما تكلمات يعني حرام تتشوفوا دابا يعني بيديكم الحل وتتخليو يعني السيده تتخلي راسها تعاني غير هكاك الوغ كو الحل كاين موجود فعلا. ونتكلموا مع الطبيب حيت هذا المشكل باقي طابو، ما يمكنش نتكلموا مع شي حد اخر. عندنا الطبيب استشاري، طبيب اللي يعطينا الاستشاره نمشيو لعندو ونتكلموا معاه. كاين طبيب واحد اخر، ان كاينين سيدات تيحشموا حتى من الطبيبه ولا الطبيب. كاينه خاصنا نسترجعوا هذيك الثقه ما بين الاطباء ديالنا والعلاقه الطيبه اللي تكون مع الاطباء. وبكل صراحه في اثناء العمل راه ما تنبقاوش هذا طبيب امراه ولا هذه طبيب رجل، لا راه كاين لي لو دوكتور، يعني اللي كيلبس البلوزه كيتقمص دور الطبيب، راه ماشي كيشوف فيها كامراه، كيتشوف فيها كمريضه. دونك نديروا هذه المساله في الدماغ ديالنا ونمشيو لعند الطبيب باش يخرجنا من هذه المعاناه، والا راه المشاكل راه غادي تتفاقم. كاين الناس اللي كيوصلوا حتى كتفارق مع الزوج ديالها. دونك علاش يعني حالات مؤسفة، والحل بسيط جدا، بسيط، فحص عادي، كنتقصح في العلاقة الزوجية كنتقصح وكاين الحل والمشكل انتهى، وإلا راه بسيكياتر لا سيكسولوجي الحصص ديال العلاج النفسي، راه كل مشكل بسيط والعلاج موجود. يكفي أننا نمشيو عند حصة واحدة عند الطبيب باش يشخص لنا المرض. نتمنى بأن الرسالة تكون وصلت لكل السيدات ويبطروا براسهم ويمشيو عند الأطباء ديالهم ويستشروا معهم، وكفى من التابوهات، لأن المصلحة الصحية ديالنا والنفسية قبل من كل شيء والعائلة كلها. شكرا لك دكتورة نادية مزيان متوكل، نتلاقاو الأسبوع المقبل بإذن الله. اللحظة غادي نمشيو عندك دكتورة لبنى بوحاولي. صباح النور دكتوره لبنى بوحاولي. صباح الورد، صباح الخير عليكم. اليوم غادي نتكلموا كيف ما قلتي على تاريخ التداوي. نعم. ضد الامراض النفسيه في اطار هذه السلسله ديال الحلقات اللي فاتوا اللي تكلمنا على الحمله التحسيسيه ضد وصم المرض النفسي، فغنحاولوا نقربوا اكثر. فاي حاجه ملي تنقربوا منها اكثر تنقصوا من الوصم ديالها ومن الطابو ديالها. فمعروف من خلال التاريخ بانه الاضطرابات النفسيه دائما كانت ملي كان الانسان، فمن الاف السنين كانت المعاناة النفسية وكانوا أمراض نفسية، غير ما كانش واحد الإطار مهيكل ديال هذا الاختصاص. فالناس كانت الناس اللي عندهم أمراض وكانوا تعطيو تفسيرات غير خارقة مثلا، وكانوا مثلا شنو تيديروا لهم في سنين في شحال هذه في قرون أخرى، شنو كانوا الناس اللي كيعانيوا من بعض الاضطرابات اللي هي شوية صعيبة كأمراض الدهانية ديال السكيزوفريني مثلا، كانوا ملي كيقبطوهم تيسدوا عليهم في واحد المكان معين وتيبقاو هي تيلاحظوا فيهم هي تيشوفوا فيهم. فكانوا فعلا كان ديك الساعات الملاحظات يوصفوا الاعراض تيوصفوا داك الناس، ولكن ما كانش واحد التطور ديال هذاك الاختصاص، ما كانش كينتمي الاختصاص الطبي. فمعروف من قبل
شحال هذه من آلاف السنين، أنه مثلا في عهد الملك حمورابي كان كيداوي الناس اللي كاين عندهم لاجيتاسيون، اللي كانوا كيعانيوا من حالات ديال الهوس والهلوسة، كان كيعطيهم بعض النباتات مثلا كالبافو أو ليكستريت بافو اللي هو كاين معروف بالدارجة هو مشتقات الخشخاش أو النبتة ديال الخشخاشة مثلا. وبزاف بعض الناس غير نشيروا لواحد الحاجة مهمة، هنا البافو راه كاين التخبيز فوق منه البافو، تماما البافو ديال لاكويزين ما عنده علاقة بهاد لي زيكستري دو بافو. لي زيكستري دو بافو كاين نباتات كثيرة اللي لاحظوا الناس عبر التاريخ أنهم، وحنا عارفين بأنه جميع العلوم التجريبية مبنية على الملاحظة. والأصل ديال الأدوية راه بدات بالملاحظة، كنشوفوا كنحطوا فرضية وتنحاولوا نبرهنوا على هذيك الفرضية. فالتلاميذ اللي في الإعدادي كلهم تعلموا بأن العلوم التجريبية مبنية على مبدأ الملاحظة أكيد الفرضية، كنحطوا ليبوتيز الفرضية والعملية كنبرهنوا عليها. فالطب تنتمي للعلوم التجريبية. لاحظوا الناس منذ القديم أنه كانوا نباتات تتعطي واحد النوع ديال الارتخاء ملي كناخذوها، فاستعملوها واخا كانت ماشي مضبوطه، واخا ما كانتش عندها علاج مزيان، ولكن لاحظوا بانك تعطي نتيجه. من هنا غادي نوصلوا لاوائل القرن الماضي في الطب بصفه عامه، تستعمل التخدير باش تبدا الجراحه، يعني تطور وصل الطب انه وصل واحد المستوى ديال التطور ديالو باش كيستعملوا مواد للتخدير. فمن ضمن المواد التخدير اللي تستعملات في اوائل القرن اللي فات القرن 20، فتستعملت واحد الماده لا كلوربخومازين، هذا الاسم العلمي ما كايناش هذا، فاستعملت كمساعد على الارتخاء قبل الجراحة، ماشي كيخدر ولكن كيساعد على الارتخاء. فلاحظوا الناس اللي كاينين هذه اشباتها هي لا، هذه مادة استعملات للتخدير في اوائل القرن الماضي. ففاش تستعملات في التخدير ماشي كتنعس كتخدر، ولكن كتعطي واحد النوع ديال الارتخاء. ولاحظوا الناس اللي كانوا في الجراحه بان هذوك الناس اللي تياخذوا ديك الماده ديال كلوربخومازين اللي من بعد غادي تدير واحد الثوره في عالم الطب النفسي، عطات واحد المفعول على دوك الناس اللي هما عاديين ما عندهمش مرض نفسي، عطاتهم بحال اللي كيديروا واحد النوع ديال كيترخاو لا، بحال اللي كيديطاشاو على الواقع. فهنا رجع للعلوم التجريبيه الملاحظه. فالعلماء بصفه عامه كيعتمدوا على الملاحظه، قالوا اجي هاد الناس عاديين وعطاتهم هذا المفعول، ارا نجربوا على دوك الناس اللي عندهم هلوسه ونشوفوا شنو تيدير لهم. ففعلا نزلت لهم من مستوى الهلوسه وحيدت منهم داك الاعراض اللي كانت فيهم ديال الدهان. فدارت تجارب على ناس كثيره، ومن خلال هذه الماده ديال كلوربخومازين تطورات الهيكله ديال هذا الجزء ديال لا موليكول ديال كلوربخومازين، وتطور اول دواء اللي دار ثوره طبيه كبيره في مجال الطب النفسي اللي كان هو لالوبيغيدول، اللي باقي لحد الان يستعمل ليخرج المرضى من الماريستان الى الحالات العاديه، ومكن انه يتخلق اختصاص جديد في الطب بصفه عامه اللي هو الطب النفسي. اذا الطب النفسي تهيكل وتاثر من خلال الادويه، يعني هي اللي خلات من خلال هذه الادويه اللي هي تكتشفت صدفه واللي تكتشفت عبر الملاحظه، خلات انه يتطور المجال ديال الطب النفسي ويتقام ابحاث باش يتعرف شنو هما الميكانيزمات الفيزيولوجيه اللي كتوقع على مستوى الدماغ. فاذا في الطب النفسي كان العكس، ماشي تعرفت الميكانيزمات عاد تعرف الدواء، تعرف الدواء عاد تعرفت الميكانيزمات. ومن بعد يعني عرفوا نخدموه. بعد تطورات في اوائل الخمسينات عاود صدفه، فاش كانوا الناس كيداوا من امراض السل، فواحد لونتيباسيلار واحد الدواء مضاد للسل بين بانه هذوك الناس اللي كان عندهم السل اللي كانوا كيدوهم في الجزر شحال هذه وكيعزلوهم، بانوا بانهم ولا المزاج ديالهم زوين. فتكتشفت لا بروميير موليكول اللي هي مضاده للاكتئاب من خلال دواء ديال السل، وكان اكتشاف صدفه. من خلال هذا الاكتشاف اللي كان صدفه خداو العلماء هذيك الماده، ثم زادوا بلوروا الهيكله ديال الجزيء، ومن خلالها تطورت الادويه المضاده للاكتئاب. فبدات من الخمسينات ديال القرن الماضي، وهنا بدا الطب النفسي كياخذ المكانه ديالو شويه بشويه في الاختصاصات الطبيه بصفه عامه الى الثمانينات والتسعينات، وهنا فاش وقعت الثوره الحقيقيه في الطب النفسي لاكتشاف ما يسمى بالموليكول نوفال جينيراسيون، يعني الادويه الجيل الجديد الجيل الحديث. علاش؟ لانها ما بقاش فيها الاضرار، ولات يعني غيرت
الحاله ديال الامراض النفسيه بصفه عامه، سواء كانت الامراض الدهانيه الفصاميه، الامراض ثنائيه القطب اللي كانت صعيبه في واحد الشكل، الامراض الاكتئاب، امراض التوتر، فوقعت واحد الثوره حقيقيه وتكتشفت لا فاموز بيليل دو بونور اللي تقالت في الثمانينات والتسعينات ديال الثمانينات خصوصا ديال القرن الماضي، اللي كانت هي لو بروميير انتي ديبريسور اللي ما فيهش لي زيفي سكوندير، ما فيهش الاعراض الجانبيه. ومن الثمانينات والتسعينات ليومنا هذا غاديين الابحاث باش كيزيدوا يطوروا دي موليكول جداد، يعني ادويه جداد اللي ناقصين من لي زيفي سكوندير وزايدين في الفعاليه ديالهم. فهنا غير باش نديروا واحد النبذه المستقبل بان لي غيكون واعي المستقبل، حنا غاديين في واحد النمط، واحد السرعه اللي هي الحمد لله اللي هي عجيبه الحمد لله، واللي غاديه في تحسين الحاله النفسيه ديالنا كاشخاص. لانه كما كنا كنقولوا فالمعاناه النفسيه كاينه وعندها واحد القاعده بيولوجيه، وهذه القاعده البيولوجيه عندها ادويه اللي هي غاديه في تحسن، والحمد لله حاليا كاين ادويه اللي فيها يعني واحد ليفيكاسيتي، واحد المفعول اللي هو جيد جدا وما فيهاش اعراض جانبيه. يكفي اننا نكونوا باغيين نكونوا احسن، يكفي اننا نمشيو نشخصوا اللي عندنا باش نلقاو الحل المناسب. شكرا لك دكتوره لبنى بوحاولي، بقاو معنا مشاهدينا. نمشيو لحظه نهتموا بالمراه الحامل اللي تدير داء السكري اثناء الحمل ديالها. لاله ماريا بن جلون موجوده لها اطباق ممتازه. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدين مشاهدات. اليوم غنهضر لكم على التغذية ديال المرأة الحاملة اللي تيجي على المرض السكري. هذا المرض السكري تيجي تقريبا في الشهر السادس. شنو هو السبب ديالو؟ تيكون كثرتو ان ديغيغلومون هرمونال اللي تيتسبب لنا بالسكر، تيكون بزاف في الدم وتعملنا اون انسولينو ريزيستانس. الاسباب كثيره، كثرتو السمنه او تيكون وراثي يعني كثيره، وخاصه ترد البال حيت حتى لي كونسيكونس عليها ولو بيبي تيكونوا يقدروا يكونوا خطرين، تقدر تولد قبل من الوقت، تقدر تعمل اون سيزاريان. دونك انا غنهضر كثرتو على التغذيه. التغذيه شنو هي؟ التغذيه خاصها تكون بحال التغذيه ديال الناس اللي عندهم مرض السكري، ولكن تنقدر نزيدوا شي اشياء. خاصها تعمل ثلاثه الوجبات في النهار، وما بين وجبه ووجبه تاكل اون كولاسيون واخا ما يكونش فيها الجوع ولكن شي حاجه قليله. الوغ شنو خصها؟ طبعا السكريات السريعه كلها تحيدها، وغادي تاخذ السكريات يعني البطيئه. اذا حتى من القطاني خصهم يكونوا كومبلي، وردوا البال اللي تيعملوا داك لانتوليرونس غلوتين وتيكثروا من داك الطحين ديال الروز، خصها ترد البال منه. الوغ تكثر باش بالخضار، كثرتوا اللي اللون ديالها اخضر. اللحوم اللحوم او الدجاج او الحوت تاكلهم مره في النهار. السكريات تحيدهم نهائيا، وتاخذ لي المواد اللي غنيه بالكالسيوم بحال الحليب، وكاين الخضر خضراء تيكون فيها الكالسيوم. غتتكثر لي كذلك من الفواكه. الوغ الفواكه عندها جوج في النهار، وكثرتو لو فروماج بلون. الوغ الفروماج بلون كنت وريتكم كيف تنصاوبو، تناخذو يوغورت، تناخذو الحليب، تنسخنوه، تنطربوه، تنخليوه حتى تيدفى، وتنصفيوه، تعطينا داك ان فروماج ميزون بلون. الوغ غادي نبدا بحال غنبدا بالفطور بالغدا وبالعشاء، وتقريبا ما بين وجبه ووجبه شنو خصها تاكل. دونك غادي نبداو بالحاجه الاولى هي البلبوله. دونك البلبوله تنعرفوها صحيه، الوغ ديال التشيش ولا التشيشه ولا ديال الذره ها هي. نقدروا نزيدوا فيها شويه ديال زيت العود ولا ناخذوها هكذا. دونك هذه وجبه ديال الفطور. نقدروا نديروا وجبه اخرى ديال الفطور اللي ما تيبغيش يعني هاد لي فيكولون، نقدروا نديروا الخيار. دونك هنا في الخيار مع داك الفرماج بيض، ودرت فيه شويه ديال النعناع ها هو. دونك هذه تقدر تاخذها في الفطور ولا تاخذها كذلك كوم اون انتري. وتيخافوا الناس من الخبز؟ لا، نقدروا ناخذوا اي نوع من الخبز، من الاحسن يكون كامل. انا عطيتكم بعد دي موديل. دونك هنا دو بلي نوار، هنا هذا فيه الزريعه، وهذا البسكوت عادي ديالنا. دونك هنا تنعمل فرماج بلون تنفرش له، تنعمل لافوكا بوغ لا فيتامين او، وتنقدر نزيد فوق منه شويه ديال زيت العود. هادو كلهم تنزيدو فوق منه شويه ديال زيت العود. دونك هادي تتكون وجبه كامله ديال الفطور. تنقدروا نعملوا شويه ديال مطيشه هكذا مع شويه ديال الزعتر، نزيدو شويه ديال زيت العود. دائما فرماج بيض تحت منهم، دي فرماج بلون او شويه ديال القرقع. الوغ هاد ثلاثه ديال الاشكال ديال الفطور دائما نزيدو معاهم فاكهه، اما جوج مندارينات، اما كيوي، اما تفاحه، اما بوعويد، او دابا راه كان لي فريز كميشه ديال لي فريز، او نزيدو كميشه ديال القرقع، واحد الخمسه ديال القرقعات وشويه ديال اللوز. دونك هادو
نوع من الانواع ديال الفطور وتيكونوا كومبلي. مع داك العشرة تقدر تاخذ يوغورت، تقدر تاخذ شويه ديال الكركاع الا ما خداتوش في الفطور، او تقدر تاخذ فاكهه الا ما خداتش الفاكهه في الفطور. الوغ في الغداء دائما ان تنبغي لي زونطري كرو، يعني الخضر ما تكونش طايبه. الوغ سهله، الخس، شويه ديال لافوكا، دو فروماج بلون، الكالسيوم، ماتيشا بوغ لا فيتامين سي، ودائما تنزيد لي غران. لي غران مزيانين، دابا هادي ديال زريعه ديال لي بيبيت نوار هي هادي، او تنقدروا نديروا خز محكوك بوغ لو كاروتين، بيتا كاروتين. ها هو الوغ شويه ديال زيت العود هنا، شويه زيت العود والخل، تقلل من الملحه، ماشي تحيد الملحه ولكن تقلل منها. او ها هو الجزر محكوك مع شويه ديال الليمون، نديروا نقدروا نديروا فيه شويه زيت العود وشويه ديال الزهر. او حاجه اخرى اللي غنيه بالبروتينات وبالكالسيوم كذلك هو هذا البيض. الوغ تنقبط البيض تنسلقو باش معمر لاموس ديالو. شنو فيها؟ فيها دي فروماج بلون، فيها شويه ديال الحوت ملي تيشيطنا تنمعك عليه مزيان، وصفرت البيض ما تنعمل حتى حاجه معاه، وتنعمر به اما الصفر اما البيض ديال البيض او لي زافوكا. وهادو نقدروا نقولوا سي دي زونطري صحيين للناس اللي عندهم مرض السكري، وكثرتو المراه الحامله حيت فيها المعادن وفيها الفيتامين بالكثره. الوغ لو بلا دو ريزيستانس، هما بعض الناس يقولوا لي تنحيد دائما الروز، لا، خص يكون عندنا اما طريف الخبز في الغداء وفي العشيه نعملوا شويه ديال القطاني، او العكس دائما يكون عندنا طريف. القياس هو اللي عندنا مهم، بحال دابا هذا طريف ديال اللحم، ها هو غوتي طيب عادي ديالنا، شويه ديال سكينجبير وزعفران الحر، اللوبيا خضراء سوتي، البطاطا سوتي. دونك البطاطا عندنا سان فيكولون، هذه تقدر تاكلها، يعني ما غاديش السكر بطيء، ما غاديش يطلع لها السكر ديالها، القياس ديال السكر ديال الدم. او ما بغاش تعمل البطاطا، هذا شويه ديال الدجاج، الدجاج مشرمل وطين في الفران، درت معاه شويه ديال الجنجلان، شويه ديال القرعه طيبه في الفران مع شويه ديال الزعتر، وتندير العدس. الوغ هذا القياس خصها تاخذ 4 المعالق كبار ديال الحبوب او ديال القطاني يكونوا كاملين. حنا كثرتو سي لا كونتيتي، الكميه هي اللي تتهمنا في هذا الديابيت جيستاسيونيل. هنا عملت شويه ديال الروز، دونك الحوت هنا درت لا لوت، لي زيبينار دائما الخضره خضراء. الوغ الروز طيبته مع شويه ديال فواكه البحر. الوغ الا خدات لي فروي دو مير عمرها ما تاخذ الخضر، يكونوا دائما طيبين وما يكثروش من لي فروي دو مير. المراه الحامله عاده ما خصهاش تكمل من لي فروي دو مير. الوغ هادو اما تاخذ معاهم هادو، او الا ما بغاتش هذا تاخذ هاد قد هاد الطريف الخبز الزرع طريف في 12 واحد في الليل. القرحه حمراء تقدر تاخذها ولو عندها المرض السكري ما تخافش منها، او البطاطا حلوه، البطاطا حلوه سي ليغوم ما تخافش منها. والبسباس على وداك الالياف ديالو مهمين، الا تقدر تاخذ البسباس جوج ولا ثلاثه مرات الاسبوع مهمين، داك الالياف ديالهم كيف تنقولوا تحيدوا لنا شيء من داك شويه ديال السكر اللي عندنا في الدم. الوغ ان شاء الله هاد لو ديابيت جيستاسيونيل 90% تيداوى من بعد الولاده، وتنتمنى بها هاد النصائح غادي تفيدكم، وتنقول لكم الصحه والسلامه. شكرا لك لاله ماريا بن جلون على كل هاد النصائح اللي تخص هاد السيدات. نتلاقاو بك الاسبوع المقبل باذن الله. لحظه غادي نمشيو عند ليلى الشويلي، مستقبلنا فنان مغربي اخر نتعرفوا عليه وعلى الجديد ديالو. صباح الانوار سميره، صافا كلشي مزيان؟ الحمد لله. شكرا كنتي. الحمد لله. صباح عليكم مشاهدينا، اليوم ما غادي نحتاجش نقدموه بزاف لكم لانه سبق وحضر معنا في صباحيه الدوزام، والعمل ديالو تبارك الله هو حاصل وواصل التوندونس المغربي، كلكم كترددوه، كلكم كتسمعوا على اثير مجموعه من الاذاعات المغربيه، فهو الملحن والكاتب المغربي محمد الرفاعي. مرحبا بك معنا في صباحيه الدوزام. مرحبا بك وصباح الخير، وانا فرحان اللي عاود معكم اليوم. احنا اللي فرحانين بك وفرحانين بالعمل اكيد.
فرحانين بك وبالعمل تبارك الله اللي وصل كما قلت للطوندونس المغربي ولا كيتشاف بزاف ولا كيتردد بزاف ولا كيتبارطاجا بزاف، وحتى اختصرتي المسافات على بزاف ديال الناس انهم يعبروا على المشاعر ديالهم تجاه ناس اخرين. يعني غير السوفي تصيفط هذيك لا شونسون صافرني، عرفت بانني ما غاديش تخلى عليا. فمرحبا بك محمد الرفاعي. الله يبارك فيك، ونهار كبير هذا عاود اللي معكم انا اليوم، وهذه بلاصتي سي با لا بروميير فوا، والحمد لله فرحان حيتاش لا شونسون وصلت ليكم وصلت ليا. اكيد انا غادي نسولك، اكيد غادي نرجع معاك واحد وصافي. محمد الرفاعي واحد، فتكلم لينا كيفاش كانت الطقوس ديال الكتابه ديالها، كيفاش حسيتي بها انت قبل ما تخرجها للجمهور ديالك؟ لا شونس صراحه كنت بديت في الكتابه ديالها قبل رمضان بشهر، الوغ ساليت بريسك واحد 60% ديال الخدمه في رمضان. الوغ في رمضان كنت خديت لا ديسيزيون بلي لا شونس غادي تبقى ديالي، ما غاديش نعطيها لشي واحد. كنهضروا بزاف ديال في لونتوراج، ديما عندك واحد ليكيب، ماشي ايكيب بلوتو، واحد الجروب ديال الناس اللي كتثق فيهم، سي دي زارتيست منهم كتاب ملحنين كذلك، الوغ كنت كناخذ الاراء ديالهم في هاد الاعمال، ومقربين كلهم قالوا لي هاد لا شونسون هادي خاصها ضروري تنزل. بحكم انه عندي خدمه، كانت عندي عمل مع عين السداسي في كيت الغرام، ف في الاستوديو نفس الاستوديو عفاك لقيت عنده واحد الانرجي اللي فريمون كانت اكثر من داكشي اللي عاودت لينا، كانت باغاها عجبات بزاف. قلت ما يمكنش الانرجي ديالها غادي تضيع هكاك، علاش ما تحطهاش الاغنيه كنتي غادي تغنيها بوحدك ياك ولا لا؟ فكان الاقتراح ديال انها تغنيها معاك بالنسبه لك، يعني كون كان غنيتيها بوحدك كانت غادي توصل لهذا النجاح ولهذا الشهره؟ شوفي انا 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 صراحه كنامن باللي كل واحد في العمل، كل واحد وبركته تباركته، سواء في الميكس سواء في الجيتارات سواء في كاينه فئه عجبتها واحد الحاجه اللي ما غنيتهاش انا، عجبوها لي سولو ديال الكمانجا، كاين اللي عجبو الايقاع، كاين اللي عجبو الكلام. الايقاع نتكلموا على الايقاع اللي هو مغربي، فين مشيتي قلبتي على هذا الايقاع؟ صراحه شحال هذه ما سمعتش هذاك الايقاع. اكزاكتومون صراحه ما ماشي انا اللي قلبت، مي كانت فكره عندي مي حمزه الغازي الموزع، باش ما نساوش الخدمه ديالو تبارك الله، كان خدمه في توزيع ديال ولا عليك حتى ولا عليك، كان ايقاع مغربي بوغ جميله، كان ايقاع مغربي مختلف شي شويه جديد. فولي بروبوز عليا الايقاع وبروبوز سيمي كي في لارونجمون، الوغ ولي دار لارونجمون كامله بالموسيقى ديالها، فالافكار قدروا نكونوا تشاركنا، مي كانت الفكره خدمه جماعيه كانت ديالو اكزاكتومون. فالحمد لله حتى الفكره انكم درتوا لها الفيديو كليب بجوجكم يعني كانت ناجحه اكزاكتومون، هي زادت دايوغ حتى حتى لو كليب قبل ما كانش غادي يكون الكليب غير البركه كلشي على البركه وحتى النيه، وملي كتكون العمل صادق والعمل فيه صراحه كانت النيه في ليكيب كامله، كانت النيه صافيه، كان كلشي خدام على لا شونسون، حتى واحد ما كان كيفكر واش صات نجاح ولا لا، كان لو بلوز امبورطون هو البرودوي ينزل، كان اهم حاجه اللي تنزل. وشحال زوينه ان ملي كتنزل شي عمل هكا وكيلقى النجاح وداك الشيء وما كيلقاش انتقادات، يعني هذا بالخصوص انك انت كترتاح كملحن وككاتب وكمغني في هذا العمل، تقول الله درت شي حاجه مزيونه ياك ولا لا؟ صح، الاغنيه ما كانش زعما نيشان بوغ لي كوبل ولا اي واحد مع الزوجه ديالو، واش كانت كل شيء العاميه، تقدر تغنيها الام ديالك، تقدر تغنيها لوليداتك، تقدر تغنيها اي واحد، تقدر تقول ليه كيفاش نخليك واش انا عندي من لكن هي اغنيه جمعت المغاربه كاملين الحمد لله. بزاف غادي نخليو المشاهدين يشاهدوا منها مقتطفات زوينة ونرجع نكملوا الحوار ديالنا معك. بغيت تعرف مالاي، أنا اللي عتبني الهوى، أنا اللي بلا بيك منسوى، أنا اللي كنشوفك دار ودنيا ليا، أنا اللي في عيونك ننسى مومي شوية. بغيت تعرف مالاي، أنا اللي عتبني الخصام، أنا اللي خلاك وكيفاش نخليك واش انا عندي منك جوج، واحنا يا فير ما منه خروج، ريسكي وانا وياك ننسى وحي الدنيا، ريسكي وانا وياك ننسى.
تديك ليا ونصايد سيدي الموت اللي تديك ليا. تبارك الله عليك محمد الرفاعي وعلى هيت الداسي اللي كنوجهوا لها التحيه كذلك. تبارك الله عليها واخا هي في دبي ولكن تبارك الله القلب ديالها والفكر ديالها كله في المغرب اكيد. نرجع لواحد الجانب اللي تيخص الفنان، واش هذه الاغنيه هذه واخا نجحت واخا طلعت في التوندونس واش سدات بعض الاحتياجات ديالك انت كفنان ككاتب كالملحن يعني، ولا غير شهره هكاك وصافي؟ لا لا ماشي ما عمري خديتها كشهره غير هكاك، بحكم انه العمل الحمد لله تشهر بلا من بلا من بلا ما نكون كنقلب على راسي ولا كنقلب على لو بروفيل انه خصو يبان اكثر اولا كنخصني انا نبان على الاغنيه. بالعكس الحمد لله انا اكثر حاجه كنت كنفرح ليها هو انه سواء كيكون عمل انا ملحنو اولا مخرجو، البلوز امبورطون هو هذيك الفكره اللي كانت بسيطه غير في الدار عندي توصل للمغاربه. توصل للمغاربه هذا هو البلوز امبورطون، وهذا احساس واعر هذا ان فكره بسيطه عندك في الدار تنتشر بحال هكا. سورتو انا تنصور كنكون كنصور في الدار عندي فاش يلاه تنبدا الخدمه، فكنصور الميليو كنصور الظروف ديال العمل من بعد كتشوفها تبارك الله. ما جاوبتيش على السؤال ديالي، واش كتسد الاحتياجات ديالك في الماده يعني ماديا يعني كاين مدخول مادي؟ لا ماديا بحكم انه هذه ثاني تجربه ديالي في الغناء ما كنهضروش الحوايج الماديه اللي غتكون مهمه اكثر من الحوايج المعنويه اللي كاينه في الاغنيه. الماديات كيقدروا يكونوا جايين من بعد الاستمراريه وكل شيء، ولكن الحمد لله ماديا شوي ساتيسفي حتى في التلحين. الوغ ما كاينش عندي ذاك الهاجس ديال لا خصني نربح ولا خصني يعني بعيد عن كل ما هو تجاري. لا الا كنت بغيت الربح كان خصني غادي نغني اغاني اللي لحنتهم قبل، اللي كنت كنلحن لي زارتيست غادي نلحن، حيت شفتهم تبارك الله كانوا دي شونسون اللي قاسوا المغاربه. صح فجات الفرصه اللي تنزل الاغنيه بصوتك والحمد لله. الحمد لله. علاش كتشتغل حاليا؟ شنو كاين من جديد؟ كاين ليك ولا الفنان اخرين ولا نجوم اخرين؟ دابا خدام مع فنان ما يمكنش الصراحه نحبس الكارير ديال التلحين، حيتاش مستحيل نحبسها، حيتاش عندي اغاني اللي كنبغي نلحنهم كنبغي نخرجو وما يمكنش لي نخبيهم عندي وما يمكنش كوبيت فينونس انني نخرجهم كاملين. فكتكون اولويه الفنانين اللي عندهم تبارك الله باجاج كبير، عندهم باز فان كبيره، عنده توا الانتربريتاسيون ديالو، عنده بزاف ديال الحوايج خاصين به ممكن ينجح الاغنيه اكثر مني، فما يمكنش ندخل على الفنانين. وخدام في جهه اخرى على السينجل ديالي اللي غادي ينزل ان شاء الله كنظن قبل راس العام بشويه ان شاء الله. غادي تكون شي حاجه اللي زوينه ان شاء الله، اكيد ما يمكن تكون غير لا زوينه ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله كنتمنى انه تكمل في الطريق ديال كيفاش نخليك. اخر حاجه يمكن لك تقولها لكل هاد الشباب تبارك الله اللي تا هما انت محمد الرفاعي بالمجهودات ديالك الخاصه بالتلحين بالكلمات بشي حاجه اللي هي كيف ما تنقولوا درتو بنفسكم درتو يعني الشهره بيدكم، ما جاش شي واحد اخر منتج من برا ولا شي واحد عنده الفلوس وداركم، يعني انتم بيديكم قدرتوا تصنعوا نفوسكم. نصيحتك لهاد لي جون يعني اللي تبارك الله هكا طالعين، شنو يمكن لك تقدم لهم كنصيحه باش تا هما يعتمدوا تما ما يتخلوش على الفن؟ لان فن تا هو راه مهنه، تا هو راه يقدروا يدوليو به نجوم. اكزاكتومون. شوفي انا عندي صراحه واحد لو ميساج اللي كنتسنى شحال باش نقولوا، حيت بزاف ديال الناس كيسحب لهم راه انت غادي تقدر تكون يا اما معاك بواط دو برود كبيره او لا ناس شدوك او لا بالعكس انت اللي غادي تقدر توصل راسك، بحكم ان طلعت انا من العيون كنعرف حتى شي واحد في الدومين ارتستيك وجو بونس كو راك تتعقلي في اول باساج كان عندينا. فحتى تماره اللي ضربت باش نطلع غير من العيون انني انستالا في مراكش كانت كارير بوحدها، الوغ عاد غادي تبقى تخدم مع لي زارتيست والحمد لله كتفرد راسك مع هذاك لو ساحل. ماشي ساحل اكزاكتومون، كان في واحد الوقيته اللي ما بغيناش نكبروها، مي كان صعيب تدخل وسط اساتذه اللي كان محمد زياد، كان الاستاذ نعمان الحلو، كان الشرابي تبارك الله، كان جلال الحمداوي، فكان غير تدخل وسطهم كانت شي حاجه اللي هي صعبه صعيبه عاد غادي تكون جيتي من العيون. فاش كيسولني شي واحد كيقول لي شنو الحوايج اللي عاونوك ولا، فما كنعرفش نجاوب.
ما يمكنش عاوني راسي وما يمكنش نرجع للبركه ما يمكنش نهرسو وما يمكنش نهرسو ونقول ليه الباركور ديالي اوي اوي النية الصادقه وهي الحاجه اللي تخرج من القلب تتوصل للقلب مباشره تطلع عليك نتمنىك تكون قدوه لبزاف المشاهدين من الشباب ديالنا شكرا لك ليلى مشاهدينا هكذا تسالي حلقه اليوم من صباحيه دزام نتلاقاو بكم غدا ان شاء الله وغادي نتكلموا في فقره القانون على المرأة اللي ستتعرض للعنف كيفاش يمكن لها تصرف قانونيا تقول طبعا مع الأستاذة خديجة الروقاني تأثير فاكهة لافوكا على البيئة عندها تأثير سيء جدا وغادي تكتشفوا معنا مع الدكتور فؤاد الزهراني فقرة البيئة والسلوك المدني المصممة مريم الحجوجي هي ضيفة ليلى حجي وفقرة لباس تقليدي الكل والمزيد صباحية دزام نهاركم مبروك.